وينضم إلينا مراسلنا من البيرة رائد الشريف ومن غزة حازم البنا. دعني أبدأ معك رائد، ماذا عن الأوضاع لديك والتظاهرات والمسيرات السلمية؟ نعم سينار، بعد ساعات ظهر هذا اليوم كما دعت الفصائل والقوى الوطنية المواطنين الفلسطينيين إلى التوجه إلى شمال مدينة البيرة، وتحديدا عند المدخل الشمالي للمدينة من وسط طبعا مدينة البيرة، وذلك للالتحام والاشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك احتجاجا على المجازر الإسرائيلية التي ارتكبتها بحق المواطنين الفلسطينيين الجمعة الماضية في قطاع غزة، وأدى ذلك إلى استشهاد 15 شهيدا وقرابة 1500 جريح. من المتوقع طبعا أن تشهد المنطقة مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي كما عهدناه يقمع المتظاهرين الفلسطينيين من خلال إطلاق الرصاص الحي، القنابل الصوتية والغازية، ومحاصرة المواطنين الفلسطينيين لإبعادهم عن المنطقة، وهي خط تماس طبعا ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين. على صعيد آخر وآخر التطورات الميدانية، كانت قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في الضفة الغربية وفي مدينة القدس المحتلة، طالت 8 فلسطينيين بينهم أطفال، وسلمت إخطارا بهدم منزل الشهيد عبد الرحمن بني فضل من مدينة نابلس المتهم بتنفيذ عملية طعن أدت إلى مقتل حارس أمن في مدينة القدس المحتلة في 18 من الشهر الماضي. كانت وزارة الإعلام الفلسطينية تحدثت أن قوات الاحتلال تحدثت عن 24 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين. تنوعت هذه الانتهاكات ما بين الاعتقال وما بين الإصابة، وكذلك الاعتداء بالضرب على الصحفيين وعلى الطواقم الصحفية في مختلف المدن الفلسطينية. على صعيد آخر، أبقت سلطات الاحتلال أوامر إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بعد كل هذه الانتقادات الأممية وكذلك المواثيق والأعراف الدولية التي أدانت طبعا عملية إطلاق النار على الفلسطينيين في قطاع غزة. أصرت قوات الاحتلال على طبعا عملية إطلاق النار بالرغم من حتى الانتقادات لأحزاب اليسار الإسرائيلي وكذلك بعض الشخصيات الإسرائيلية، إلا أن أفيغدور ليبرمان قال يعني متجاهلا كل هذه الدعوات، وقال بأن جيشه هو الأكثر أخلاقية في العالم، وسنستمر بعملية إطلاق النار بالرغم من عدم تشكيل أي خطر على جنود الاحتلال، يعني دون أي أدنى خطورة في قطاع غزة على جنود الاحتلال. لذلك الأوضاع يعني ربما يعني تتطور، أو حتى يعني الموقف سيتأجج خلال ساعات صحيح هذا اليوم في عملية الاشتباك سواء بالضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. صحيح. هذا ما سنتوجه به إلى حازم البنا من غزة وبؤرة الأحداث. حازم، ماذا عن الدعوات لمسيرات أو اعتبار اليوم هو يوم التصعيد الميداني، ماذا عن الفعاليات وأيضا في المقابل الإجراءات الإسرائيلية لقمع هذه التظاهرات؟ نعم، يعني بداية نحن الآن في المنطقة الحدودية الشمالية لقطاع غزة، هنا يقام يعني معسكر العودة كما أطلق عليه، وهو أحد المعسكرات الخمس المقامة على حدود قطاع غزة. هناك استمرار للتحشيد الفصائلي والشعبي وإقامة فعاليات مختلفة داخل هذه المعسكرات، ربما خلال الدقائق يعني القادمة سيكون هنا في هذا المكان فعالية للهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، سيكون في هذا المكان ندوة سياسية تجمع مجموعة من الحقوقيين والباحثين والسياسيين يعني مناقشة الأبعاد الوطنية لمسيرة العودة وكيف يمكن استغلالها واستمرارها بسلميتها خلال الأيام القادمة. مهم أن نذكر بأن وزارة الصحة اليوم أعلنت عن استشهاد الفتى فارس الرقب بعد تأثره بجراحه التي أصيب بها خلال مظاهرات الجمعة الماضية، حيث أصيب بطلق عياري من رصاص جيش الاحتلال في البطن أدى إلى استشهاده داخل مستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة، وبالتالي يرتفع عدد الشهداء إلى 18 شهيدا بعد اعتراف جيش الاحتلال بالأمس احتجاز جثمان
جنانين لشهيدين لم تستطع الطواقم الطبية انتشالهما من المناطق الحدودية الجمعة الماضية، وزعم جيش الاحتلال بأن هذين الشهيدين ينتميان لحركة حماس، وأخذ يساوم بأن الإفراج عن هذين الجثمانين لابد أن يقابلوا إفراج عن الأسرى الإسرائيليين المعتقلين لدى حركة حماس في قطاع غزة. أيضا هناك بالأمس شهدنا استمرار للانتهاكات الإسرائيلية بحق المتظاهرين، هناك إطلاق رصاص متعمد، نحن نلاحظ الآن مدى ابتعاد السياج الحدود الفاصل عن الخيام، ولكن جيش الاحتلال يقوم باستهداف المتظاهرين حتى وإن كانوا على مسافة بعيدة، يقوم بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، يقوم بإطلاق الرصاص. في اليوم الثاني لمسيرات وفعاليات العودة كان هناك 49 إصابة، بالأمس 11 إصابة، اليوم من المتوقع أن يكون هناك استمرار لإطلاق النار، خاصة وأن جيش الاحتلال اليوم اعترف ضباطه بأنهم لم يتلقوا أوامر بعد بالعدول عن عمليات إطلاق النار، هناك استمرار لأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين على حدود قطاع غزة، وهذا مما يزيد من أعداد الشهداء والمصابين داخل قطاع غزة. الصورة واضحة بالفعل، يعني تطويق قوات الاحتلال والأليات والمدرعات العسكرية منتشرة في المكان، إذا يبدو أن الأحداث مستمرة والتصعيد مستمر، وأيضا متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم مستمرة. من غزة حازم البنا شكرا جزيلا لك، ومن رام الله رائد الشريف شكرا جزيلا لك.